مؤكدة إجراءه بموعد المقرر، المفوضية تجري أول محاكاتها للاقتراع المحلي وتستعد لسحب قرعة أرقام المرشحين للاستحقاق. بعد توترتها الأخيرة، إدارة الدولة يشكل لجنة قيادية لزيارة كركوك، وعرب المحافظة يتهمون الكرد بقتل 1000 مواطن وتهديم قراهم. خلاف المركز والإقليم يشتد، البرلمان يوجه باستضافة وزيري مالية الطرفين، والفتلاوي تطالب النواب الكرد بالضغط على أربيل. بتهم تتعلق بالفساد، أوامر قبض جديدة تلاحق مسؤولين في حكومة الكاظمي، والعفو العام يتصدر أعمال البرلمان الأسبوع الحالي. أهلا بكم، والبداية من الشأن الانتخابي، إذ أجرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أول عملية محاكاة لانتخابات مجالس المحافظات. وقال إعلام المفوضية إن الهدف من إجراء عملية المحاكاة هو تلافي الأخطاء وتدريب الموظفين على العملية الانتخابية، ومن المقرر أن تجري 3 عمليات أخرى للمحاكاة خلال المدة القليلة المقبلة. هذا وأكدت المفوضية أن قرعة أرقام المرشحين ستكون علنية. وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمال الغلاية إن المرشحين والتحالفات والأحزاب ورؤسائها وكل ما هم مرتبطون بعملية القرعة سيكونون موجودين، مشيرة إلى أن المفوضية حددت يوم الأربعاء المقبل موعدا لإجراء القرعة. وأكدت الغلاية أن العمل ما زال جاريا من أجل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد الموافق 18 من كانون الأول لهذا العام. في سياق متصل، دعا ائتلاف إدارة الدولة إلى الالتزام بإجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المقرر وإجرائها في محافظة كركوك أيضا. الائتلاف في اجتماع عقده بحضور الرئاسات الثلاث قرر تشكيل لجنة قيادية لزيارة كركوك وإيجاد الحلول للمشاكل، في مقدمتها موضوع المقر وإجراء تعديلات إدارية بما يحفظ التوازن بين جميع مكوناتها. وأدان المجتمعون أحداث كركوك الأخيرة واعتبرها عملا غير مقبول تحت أي ذريعة. We'll be right back.
قرر مجلس النواب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة كركوك. رئيس البرلمان محمد الحلبوسي وجه لجنة الأمن والدفاع النيابية بزيارة كركوك والاطلاع على الحقائق والأحداث التي وقعت فيها والمتعلقة بالتوترات الأمنية وما رافقها من توترات وعرض تقريرها على المجلس. أكو حدث وقع في محافظة عزيزة على العراقيين جميعا وهي محافظة عراقية يتطلب تشكيل لجنة من المجلس للوقوف على الحوادث التي جرت ويعرض تقريرها على المجلس. اللجنة هي اللجنة المختصة هي لجنة الأمن والدفاع. تفضل. لجنة الأمن والدفاع تذهب إلى محافظة كركوك وتعرض تقريرها على المجلس. جدد رئيس الكتلة التركمانية النائب أرشد الصالحي رفضه لقرار إخلاء مقر العمليات المشتركة في كركوك وإشراك ممثلي مكوناتها من أي اتفاق أو نقاش لقضية كركوك. وخلال كلمة له في مجلس النواب أكد أهمية تحقيق الشراكة وضمان حقوق التركماني في كركوك. بالنسبة لمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني سيد الرئيس، احنا من اول يوم وقبل ان توصل القرار الى المحكمة الاتحادية كان هنالك بيان مشترك لممثلي العرب والتركمان بان القضية فيها خلاف ما بين الحزب وما بين ادارة المحافظة. قلنا من اول يوم ينبغي ان تحل هذا الخلاف عبر القضاء. هذا كان بياننا من اول يوم، أن تنحل هذه القضية عبر القضاء وما يقرره القضاء إحنا حاضرين بهم. بالنسبة للجنة التحقيقية إحنا نتمنى أنه اللجنة التحقيقية المشكلة من قبل رئيس الوزراء أيضا تقرأ في مجلس النواب. إعادة النظر بقيادة العمليات المشتركة، قائد العمليات المشتركة من المكون العربي، قائد الشرطة من المكون الكردي، ينبغي أن تكون هنالك نائب قائد العمليات المشتركة في كركوك من المكون التركماني. أكد النائب عن محافظة كركوك مهيمن الحمداني أن الكرد أحرقوا 9 سيارات للمتظاهرين السلميين أمام مبنى العمليات المشتركة في المحافظة. الحمداني خلال مداخلة في جلسة مجلس طالب بالكشف عن المسؤول عن قتلة 1000 مواطن عربي وتهديم 157 قرية عربية في كركوك. من اللي أحرق سيارات المتظاهرين؟ من اللي أحرق سيارات المظاهرين 9 مثبتة بمحاضر الشرطة؟ من اللي أقدم على حرقها؟ المتظاهرين الكرد، وهذا أثبتت اللجنة التحقيقية سيادة الرئيس. اليوم كركوك ما فهمت شنو؟ اللي حرقها منه 9 سيارات. إيه يعرفها السيد النائب الثاني، أقدموا على حرقها متظاهرين أكراد وهم ناس عزل يعني والسيارات. نعم سيادة الرئيس، اليوم ما حصل في كركوك مدعاة للقلق. احنا نقول الآتي ورأينا ووصلنا رسالة لسيادتك. اليوم ملف المقر المتقدم يمثل معضلة كبيرة لمكونات كركوك. احنا رأينا نذهب للقضاء والقضاء يحكم بما يراه مناسبا وفق الأوراق اللي تثبت عائدية هذا المقر. لكن سيادة الرئيس عد ما طالب بيان بلجنة تقصي حقائق تنطيني منه اللي هدم 157 قرية من العرب. ليش تعيط؟ لا لا بدون أسماء بدون أسماء بدون أسماء. سيادة الرئيس 156 قرية 156 قرية صارت تتراب. اتهم الاتحاد الوطني الحزب الديمقراطي الكردستاني باختلاق الفوضى والتوترات في محافظة كركوك من أجل تأجيل الانتخابات المحلية. عضو الاتحاد غياث سورتشي قال أن الحزب الديمقراطي لديه 33 مقرا في محافظة كركوك وما زالت جميع المقرات التابعة له باستثناء مقر واحد تسيطر عليه العمليات المشتركة. ولفت سورتشي إلى أن مصلحة العامة تتحتم على إثارة الفوضى وإراقة الدم العراقية.
وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اللجنة المالية باستضافة وزير المالية الاتحادي ووزير المالية في حكومة إقليم كردستان العراق للوقوف على الإيرادات النفطية والدفعات الممولة إلى أربيل. بما يتعلق بالجانب المالي، أطلب من اللجنة المالية استضافة وزيري المالية في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وأيضا تعرضون تقريركم على المجلس بما يتعلق بحجم الإيرادات وحجم الالتزامات وحجم الإنفاق في قانون الموازنة. أريد تقرير كامل، ما تقرير كامل سيد النائب. سيد النائب، بدورها دعت رئيس حركة ردا النائب حنان الفتلاوي النواب الكرد للضغط على حكومة الإقليم في دفع ما بذمتها من أموال إلى بغداد. الفتلاوي وفي مداخلة بجلسة مجلس النواب أشارت إلى أن الحكومة الاتحادية جاهزة لتحويل حصة الإقليم من الموازنة حال تسليم حكومة كردستان ما بذمتها من أموال. احنا مسؤولين عن شعب العراق من شماله لجنوبه، وبالتالي نرفض اي ظلم بحق اي مكون من مكونات الشعب العراقي. انا نتعاطف مع شعبنا في اقليم كردستان لان معاناته طالت، ومن هذا المنبر ادعو حكومة اقليم كردستان الى تسليم ايرادات الاقليم من الضرائب والرسوم والجمارك، ولو كان هناك نفط، حتى تتمكن الحكومة من تحويل حصة إقليم كردستان من الموازنة. يعني إخواني زملاء السادة النواب، اضغطوا على حكومة الإقليم، خلي تسدد ما بذمتها غدا، وبعد غد حكومة المركز سترسل الأموال لإقليم كردستان. بالتالي معالجة الخلل تأتي من ضغطكم على حكومة الإقليم حتى تسدد ما بذمتها من أموال، حتى تتمكن الحكومة الاتحادية من تنفيذ قانون الموازنة وتحويل الأموال إلى كردستان حالها حال باقي المحافظات. جميع المحافظات تسدد ما بذمتها، وبالتالي تستلم مالها. من يسدد ما بذمته يستلم ماله من حقوق، ومن لا يسدد لا يستلم. هذا نص قانون الموازنة. فبالتالي نحن نتحدث عن المركز، وكان المركز هو المقصر. إخواني اضغطوا على حكومة الإقليم، خلي تسدد اللي بذمتها حتى ترفع معاناة شعبنا في إقليم كردستان، وكان الله يحب المحسنين. في غضون ذلك، كشف نائب رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد مظهر عن مديونية إقليم كردستان العراق للحكومة الاتحادية بأكثر من 5 تريليونات دينار. مظهر قال في تصريح خاص للرابعة أن وزيرة المالية طيف سامي أكدت عدم وجود إمكانية بإرسال مبلغ جديد إلى أربيل ما لم تسدد ما بذمتها من مديونية. حقيقة بعد أن قامت الأخت وزير المالية بشرحها، وجدنا أن هناك أكثر من 5 تريليون. الحكومة الاتحادية تطلب حكومة الإقليم، أي ما معناه أن هناك أكثر من 5 تريليون بذمة حكومة الإقليم يجب تسديدها حتى يتم تمويل حكومة الإقليم بمبالغ جديدة. يعني تعرفوا أن هذا الرقم ليس رقما اعتياديا يمكن تجاهله أو يمكن حتى تجاوزه. لذلك أعتقد أن التمويل في الأيام القادمة لا يمكن أن يتم حتى يتم استقطاع هذه المبالغ. كشف عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى القرعاوي عن أموال بذمة حكومة الإقليم لم تسلم حتى الآن. القرعاوي وفي مداخلة بمجلس النواب أشار إلى أن ما بذمة الإقليم بلغ 5 تريليونات و100 مليار دينار لم تسدد إلى الحكومة الاتحادية حتى الآن. كيف 8 و200 واصلة من 16؟ 3 تريليون. تمام، خلي أوضح. إيرادات نفطية 3 أشهر، إيرادات نفطية من النفط المصدر من إقليم كردستان. 3 تريليون و200. تمام. 1 تريليون و900 إيرادات غير نفطية، 1 تريليون و600 قروض من قرار مجلس الوزراء، 4 دفعات على 400 مليار. 1 تريليون و900 مال 600. لا تقول إيرادات غير نفطية جنابك. غير نفطية، إي تمام. غير نفطية 318 مليار قروض من التي بي اي، 400 مليار بتاريخ 2/6 قرار مجلس الوزراء. تمام. هذه كلها مبالغ في ذمة الإقليم. تمام. يفترض الآن وزارة المالية من بعد ما تريد تحسب على الموازنة الجديدة والمصروف الفعلي، الآن الميازين اللي قدمتها، الميازين الشهرية اللي قدمتها حكومة الإقليم غير صحيحة.
تمام. وبالتالي هناك مشكلة حقيقية الآن لدى حسابات الإقليم في تقديم بياناتها الرسمية. تمام. وبالتالي هناك الآن المثبت في وزارة المالية 5,100,000,000,000 في ذمة الإقليم لم تسوى لحد الآن لحد هذا. هاي سابقة. لحد هذا التاريخ. تمام. مال سنوات سابقة. لا مال 23. 23 فقط. 23 فقط. تمام. تمام. ما أن يحل الخلاف بين المركز والإقليم حتى ينشب آخر أكبر من سابقاته، هكذا هو حال العلاقات بين بغداد وأربيل. فبعد الاتفاق على إرسال حصة كردستان العراق تعود التجاذبات بشأن الالتزامات المالية. بعد أن التزمت الحكومة الاتحادية بإرسال حصة إقليم كردستان من الموازنة وفق تعهدات وضمانات أعطتها أربيل بالمضي دستوريا مع المركز، ولكن سرعان ما عاد الإقليم إلى بعثرة التزاماته بامتناعه عن تسليم الحصة المتفق عليها من إيراداته النفطية إلى بغداد. هناك نوع من التوتر، يبدو لي أن هناك نوع من الإخفاق في تطبيق هذه الاتفاقيات. الاتفاقيات التي تطالب بها جانب الكردي لا تتعلق فقط به، بل أيضا لبغداد حق، وأيضا لبغداد شروط كان قد وقع عليها هذا الديمقراطي الكردستاني، وبالتالي لم يفي لحد اللحظة. ربما سيكون هناك تصدع في التحالفات القادمة، وربما يعني قد تخلق لنا مشاكل احنا في غنى عنها. تنصل إقليم كردستان عن تنفيذ ورقة الاتفاق الدستورية والسياسية مع الحكومة المركزية قد صنع شرخا في العلاقة التي تكونت حديثا حين تشكيل الحكومة الحالية، فمواقف الطرفين الجديدة أعطت احتمالات واردة جدا بالعودة إلى أصل الخلاف بين بغداد وأربيل. القوة السياسية في إقليم كردستان غالبا ما تحاول كسب اللعب السياسي لتمرير كثير من المطالب. أعتقد اليوم الفارق بالأمر هو الاختلاف في إدارة الدولة سياسيا، وهذا الفارق قد يعطي المساحة للتلاعب من قبل إقليم كردستان سياسيا باتجاه السلطة الاتحادية. يعني أعتقد الانسحابات ربما تكون مستبعدة بأجزاء ائتلاف إدارة الدولة على اعتبار أنه هي اليوم أمام مسؤولية كبيرة. إشارة الانسحاب من تحالف إدارة الدولة التي يلوح بها الحزب الديمقراطي الكردستاني يعللها مراقبون سياسيون على أنها محاولات ضغط كردية على الإطار التنسيقي لقلب وثيقة الاتفاق مع المركز. الاتفاقات التي بنيت على أساس التزامات موقعة بين الحكومة المركزية والإقليم لم تطبق تماما، وقد خالفتها الأحزاب السياسية بمواقفها الأخيرة أي في لحظة تنفيذها. أحمد ليث، بغداد، قناة الرابعة. تتصاعد حدة التصريحات بين حكومتي بغداد وكردستان العراق بسبب المستحقات المالية، حتى باتت توصف هذه الملفات بالمعضلة السياسية كونها تتجدد مع كل سنة مالية. بعد التصعيد بالتصريحات المتبادلة بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان العراق بشأن الاتفاقات السياسية، تبرز مخاوف من دخول الطرفين في أزمة جديدة. أربيل تتهم بغداد بانتهاك تلك الاتفاقات، مبررة ذلك بإرسال المستحقات النفطية مقابل عدم إرسال بغداد ما يعادلها من أموال لدفع رواتب الموظفين. اليوم الحكومة الاتحادية تريد أن تسلم إقليم كردستان كافة العائدات الغير اتحادية التي تتعلق بالعائدات الداخلية لإقليم كردستان مقابل سلفة لا تتعدى نصف نسبة الموظفين، وهذه المسائل غير منصوص عليها في قانون الموازنة. بالمقابل كانت هناك نقطة تقول بأنه إن توقف تصدير النفط من إقليم كردستان ستصدر كمية من داخل الإقليم لسيطرة الحكومة الاتحادية، لسلطة الحكومة الاتحادية بنسب معينة مقابل تسليم الرواتب. وتبلغ حصة الإقليم في الموازنة المالية للسنوات الثلاث نحو 16,609,000,000,000,000 دينار، لكن الخلافات قد تحول حتما دون إرسالها، ولا سيما مع تأكيد بغداد إنها منحت أربيل جميع استحقاقاتها. بالرغم من كل الاتفاقات التي حصلت قبل فترة مع الحكومة العراقية الفدرالية، يبقى المواطنون والرواتب يعني
الموظفين لحد الآن عالقة، وهذا يؤثر على الحركة الاقتصادية وعلى معيشة الناس في إقليم كردستان كجزء لا يتجزأ من العراق. وبهذا فإن حقوق إقليم كردستان يجب أن تعطى، ليس لها علاقة بالاتفاقيات أو الإنفاقات العامة أو مدى مستحقات الإقليم ومستحقات، عليهم أن دفع بسرعة الممكنة، لأن الناس تعاني من هذا الموضوع الذي يؤثر على المعيشة اليومية للمواطنين في إقليم كردستان. وتبقى الملفات العالقة بين بغداد وأربيل إحدى أبرز المعضلات التي تواجهها حكومتي الإقليم والمركز، وأبرزها رواتب الموظفين. لقناة الرابعة دينا أسامة، أربيل. خلال اجتماع جمع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، شدد الجانبان على ضرورة المضي بإجراء تعديلات على قانون هيئة النزاهة. الحلبوسي لمكتب بيان ذكر أن الاجتماع بحث آلية عمل النزاهة وسبل تبديل العقبات التي تسهم في تعزيز دورها الرقابي والتنسيق بين لجنة النزاهة النيابية والهيئة، مضيفا أن الاجتماع ناقش أيضا أهمية المضي بإجراء تعديلات ضرورية على قانون هيئة النزاهة النافذ الذي يصل قريبا إلى مجلس النواب. في غضون ذلك، كشفت مصادر سياسية عن تحقيق قضائي بتهم فساد جديدة ترتبط بفريق حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. المصادر رجحت أن تنتهي التحقيقات بإصدار أوامر قبض واستدعاء جديدة خلال المدة المقبلة، مشيرة إلى أن هذه الأوامر قد لا تستثني الكاظمي نفسه، والذي يتواجد خارج العراق منذ تسليمه السلطة لرئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني. كشف مصدر حكومي عن شمول 15 مسؤولا رفيع المستوى بقائمة الإعفاء والتدوير والنقل. المصدر قال إن 15 من المديرين العامين ووكلاء ومستشارين سيخضعون للإعفاء والتدوير والنقل بسبب التقصير في أداء مهامهم، وأضاف أن ذلك سيتم خلال الأيام المقبلة ضمن جهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في ملف الإصلاح الإداري. قررت اللجنة القانونية النيابية إرسال مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام إلى رئاسة البرلمان. اللجنة ناقشت خلال اجتماعها مشروع القانون لسنة 2016 وقررت إرساله لرئاسة المجلس لإدراجه على جدول أعمال المجلس للقراءة الأولى، كما ناقشت مشروعي قانون التعديل الأول لقانون حجز ومصادرة الأموال المنقولة والغير منقولة العائدة إلى أركان النظام السابق، والتعديل الأول لقانون الأوسمة والأنواط وإعداد تقريرها بشأن القوانين لإدراجهما للقراءة الثانية في جلسات المجلس. تنتظر الفقرات الجدلية في قانون العفو العام إيجاد صيغة تشريعية لها، فبينما تحاول جهات سياسية استثمار هذا القانون لدواعي انتخابية كما وتتخذ أخرى من العفو العام وسيلة ضغط سياسية. على لائحة جدول أعمال مجلس النواب سيدرج مشروع قانون العفو العام خلال الأسبوع المقبل لمناقشة فقراته من قبل اللجنة القانونية النيابية، لا سيما الجدلية التي تخص المدانين بقضايا الإرهاب التي واجهت بوقت سابق اعتراضا واسعا من قبل بعض القوى السياسية. اليوم في اللجنة القانونية تم مناقشة المشروع الحكومي اللي وصل إلى البرلمان، مشروع قانون العفو العام، وبعيدا عن الخوض في الصياغة المقترحة أو اللي إجا بها مشروع القانون واللي عليها بعض الملاحظات أو ملاحظات كثيرة في الحقيقة، لكن اللي تم الاتفاق عليه داخل اللجنة القانونية
هو المضي في تقديمه إلى مجلس النواب وإدراجه ضمن جدول الأعمال من أجل قراءته قراءة أولى. ولم تخلو إمكانية تمرير القانون في الفصل التشريعي الحالي من التوافقات السياسية التي وردت في المنهاج الوزاري، فضلا عن مساع لأطراف سنية لاستثماره بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية. تضمن تعديل واحد فقط للبند ثانيا من المادة 4 من قانون العفو العام رقم 27 سنة 2016 فقط في تعريف مصطلح الجريمة الإرهابية. أعتقد بوضع الحالي والأجواء توحي بأن هناك اتفاق سياسي على هذا التعديل ممكن بسهولة بأنه يتمرر واللحظة بالقريب العاجل على جدول الأعمال. أطلب من المجلس التصويت. وفي ظل وجود الإرادة السياسية لمناقشة مسودة قانون العفو العام خلال الأيام المقبلة، يتحرك برلمانيون لجمع التواقيع لغرض إجراء التعديلات الخاصة بالفقرات الجدلية كالإرهاب والمخدرات. من البرلمان العراقي فقار فاضل، الرابعة. أكد رئيس الوزراء محمد شيع السوداني أن بغداد تحولت إلى ساحة لإيجاد الحلول والمشتركات مما يسهم في استقرار المنطقة. السوداني خلال استقباله وفد مجلس الشورى السعودي شدد على أن الحكومة انتهجت مسارا يتبنى تقوية الروابط والتكامل الإقليمية إضافة إلى تنسيق المواقف. من جانبه أكد الوفد السعودي تطمين المملكة للعلاقات مع العراق على مختلف المستويات والتطلع إلى المشاركة في المشروعات التنموية المطروحة والفرص الاستثمارية المتاحة في العراق. من جهة أخرى، أعلن رئيس التركي رجب طيب أردوغان عن مشروع ممر تجاري كبير يربط تركيا بالسعودية والإمارات عبر العراق. وقال أردوغان إن أنقرة تعمل مع بغداد والرياض وأبوظبي على إنشاء ممر تجاري كبير سيمثل شريانا عالميا كبيرا يأتي من البصرة إلى تركيا، مؤكدا العمل بخطوات سريعة للمدة القريبة القادمة. خسائر بالمليارات يتكبدها العراق يوميا نتيجة وقف تصدير نفطه عبر ميناء جيهان التركي، الأمر الذي يتطلب جهدا دبلوماسيا كبيرا لحل الملفات العالقة بين البلدين. لا تماثل الحقيقة ما يعرض في شاشات التلفاز ومواقع التواصل الاجتماعي حول مدى ترابط العلاقات الدبلوماسية بين بغداد وأنقرة بملفات المياه والأمن وضخ النفط، إذ تغيب الدبلوماسية عن ميناء جيهان النفطي الذي يضخ النفط عبر أنابيب في كردستان إلى تركيا، وعين الحقيقة هي الخسائر التي تكبدها العراق. كل دول العالم حتى لو كانت دول فيدرالية ترى أن هناك ملفات مهمة مثل الطاقة وملف الأمن وغيرها من الملفات هي ملفات مركزية لا تتدخل فيها الأقاليم. نعتقد أن أزمة ميناء جيهان والكثير من الأزمات هي أوراق ضغط يستخدمها الجانب التركي، ونعتقد أننا نستطيع أن أو نملك الكثير من أوراق الضغط التي ممكن أن نستخدمها على الدول المجاورة. ويأتي هذا التعليق بعد حكم أصدرته غرفة التجارة الدولية على أنقرة بسبب سماحها بضخ إقليم كردستان النفط من دون تصريح حكومة المركز ببغداد ما بين العام 2014 و 2018، وإجبارها على دفع تعويض قيمته مليار ونصف المليار دولار كخسائر تعويضية للعراق. حكومة الإقليم مارست دورا خارج حكومة بغداد بتصدير النفط ووصل أكثر من 400 ألف برميل يوميا. المحكمة أصدرت قرارها الآن بإيقاف تصدير النفط عبر كردستان والامتثال إلى قرارات الحكومة الاتحادية في بغداد، وأعتقد من وجهة نظر قانونية أنه العراق لا ينفذ قرار المحكمة على الرغم أن الجانب التركي التزم بقرار المحكمة 100%. ويجمع باحثون على أن الأزمة في كركوك كان لها تدخل واضح من قبل الجانب التركي الذي يبحث عن مصالحه بشكل أكبر من التركيز على المصالح المشتركة بينه.
وبين العراق. وتنتظر الحكومة العراقية قرار الاستئناف بضخ النفط عبر ميناء جيهان وحل المشاكل العالقة مع تركيا، وأبرزها ملف المياه ومباحثات الطاقة. زيد الشهيب، رابعة، بابل. عبر عدد من النواب عن دعمهم قرار المحكمة الاتحادية ببطلان اتفاقية خور عبدالله. وخلال مؤتمر صحفي داخل البرلمان، أكد رئيس كتلة حقوق سعود الساعدي أن القرار حافظ على سيادة العراق المائية. نبارك للشعب العراقي قرار المحكمة الاتحادية العليا التاريخي إثر الطعن الذي قدمناه بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله رقم 42 لسنة 2013. وفي الوقت الذي نشكر فيه القضاء العراقي على حكمه المنصف، نؤكد أن هذا القرار حافظ على سيادة العراق المائية عبر استعادة الحق التاريخي الثابت للعراق، وأننا ملزمون كممثلين للشعب وفق المادة 49 أولا من الدستور العراقي بالتصدي لكل المحاولات الرامية للانتقاص من السيادة العراقية الكاملة على أراضيه ومياهه من أي دولة كانت. ونتوجه من هذا المنبر إلى السادة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وكل أعضاء مجلس النواب للوقوف صفا واحدا بشأن إعادة ترسيم الحدود البحرية المشتركة العراقية الكويتية. من جهته، طلب النائب المستقر رائد الملك الحكومة العراقية باختيار شخصية كفؤة لقيادة الحوارات العراقية الكويتية المترقبة. المالكي في مؤتمر صحفي عقده في الدائرة الإعلامية لمجلس النواب دعا رئاسة البرلمان إلى التحرك والضغط باتجاه المطالبة بترسيم الحدود البحرية ثم النظر في اتفاقية خور عبدالله. الحكومة السابقة شكلت لجان تفاوضية فيما يخص الحدود البحرية، لكن تشكيل هذا اللجان لم يكن بموافقة مجلس الوزراء، وإنما كان بموافقة وتوجيه من رئيس الوزراء، وهذا الأمر غير دستوري. ولهذا نتوقع إلغاء هذا اللجان، ونطالب الحكومة الحالية باختيار عناصر كفوءة ووطنية وأمينة ومختصة لأغراض التفاوض. أيضا نجدد طلبنا لرئاسة مجلس النواب العراقي بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة هذا الملف. هذا الملف لا زال مفتوح ويتطلب العمل على ترسيم الحدود خاصة البحرية مع الكويت، وإحنا نعتقد أنه الخطأ الرئيسي في التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله أنه تم قبل ترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي. ترسيم الحدود البحرية لابد أن يتم مع إعادة النظر في اتفاقية خور عبدالله. في الوقت الذي تتصاعد فيه التجاوزات على المياه الإقليمية العراقية، يطالب مجلس التعاون الخليجي العراق باحترام سيادة الكويت. ما إن حرك قرار المحكمة الاتحادية المياه الراكدة لخور عبدالله حتى أوقد فتيل الأزمة من جديد بين العراق والكويت، وعادت قضية ترسيم الحدود إلى صدارة المشهد السياسي. قرار ومع ما يذهب إليه من نسف لاتفاقية تنظيم الملاحة، تتصاعد الدعوات لإعداد خطة أخرى تعيد البلاد حقوقه البحرية. إن شاء أن يأتوا إلى ترسيم الخريطة فهناك حلين، أما أن يجلس العراق مع الكويت ويضعوا الحل خريطة جديدة للترسيم الحدود، أو أن يذهبوا إلى لاهاي إذا كانوا غير متفقين. ولاهاي المحكمة قريبة جدا في هولندا، يعني مو إشكالية أن يذهب فريق قانوني عراقي وفريق قانوني كويتي، بالإضافة إلى دول أجنبية تتدخل ويرون أين الحدود المرسمة. فإذا اتفقوا جميعا تحت ظل القانون الدولي سنلتزم جميعا بهذا القانون. وفي قبالة هذه المعطيات، تحرك المجلس الوزاري الخليجي لدعوة العراق لترسيم الحدود مع الكويت وضرورة احترام سيادتها
وهما يثير عدة علامات استفهام واستهجان عن غضه للطرف عن التجاوزات على الأراضي والمياه العراقية للدول المنضوية تحت لواء مجلس التعاون الخليجي، فيما ترى أوساط سياسية أن انحياز المجلس للكويت أمر طبيعي كون العراق ليس عضوا في هذه المجالس. احنا نعرف مجلس الخليجي هو مجلس منحاز إلى دولة الكويت، وبالتالي قراراته وسياساته لا تؤثر على العراق إذا كان العراق بشعبه بحكومته ببرلمانه متوحد وينظر إلى السيادة العراقية بمنظار وطني بعيدا عن المحاصصة وبعيدا عن الصراعات السياسية، وبالتالي نفشل كل المخططات والسياسات الأقليمية. ومع ما تفرضه طبيعة العلاقات بين العراق والكويت من إمكانيات اللجوء إلى طاولة الحوار وإنهاء قضية الترسيم بما يضمن حق الطرفين، وفي حال فشل المفاوضات فإنه يتم رفع الأمر وفق الاتفاقية إلى محكمة البحار. وبحسب بعض المعلومات فإن العراق بصدد تشكيل لجان خاصة لإعادة الترسيم الحدودي مع الكويت وتحرك استعادة المناطق المنتزعة. مصطفى الوش، الرابعة، بغداد. كشف مصدر أمني عن أول اجتماع أمني عراقي أمريكي سيعقد منتصف أيلول الحالي بعد هزيمة داعش. المصدر قال أن الاجتماع سينعقد بحضور عدد من القادة الأمنيين العراقيين مع مسؤولين في البنتاغون الأمريكي لبحث استمرارية العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن الاجتماع سيعمل على تقييم الملف الأمني في العراق بعد انتهاء مرحلة هزيمة داعش. نفذت قوة من اللواء 40 بالحشد الشعبي عملية أمنية ضمن قاطع المسؤولية في محافظة كركوك. وذكر أعلام الحشد في بيان أن العملية شملت تنفيذ حملة تفتيش واسعة النطاق في منطقة الزاب الأسفل المحاذي لقاطع المسؤولية في محافظة كركوك بهدف دامة الأمن والاستقرار في المنطقة. كشف المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم عن ضبط أكثر من 12 مليون حبة مخدرة في شرقي العاصمة بغداد كانت مخزنة بطرق مموهة. الحاكم في تصريح لبرنامج مع القانون أشار إلى أن عملية أخرى للجهاز أسفرت عن ضبط مليون حبة مخدرة في منطقة الدورة نقلت من إحدى دول الجوار. قبل أكثر من سنة تقريبا مليون حبة مخدرة في منطقة الدورة جنوب العاصمة بغداد، هذه نقلت من إحدى دول الجوار ووصلت إلى العاصمة بغداد وكانت في طريقها إلى التوزيع، كانت مخفية داخل أرضيات مسابح ومخفية بطريقة مبتكرة جدا ويصعب الشك بها ويصعب العثور عليها، لكن خلينا نقول يقضت أخوانكم في جهاز الأمن الوطني تمكنوا من معرفة هذه الكميات ومصادرتها وإلقاء القبض على المعنيين. أيضا في عملية نوعية أخرى تمكن جهاز الأمن الوطني من ضبط أكثر من 12 مليون حبة مخدرة في شرق العاصمة بغداد، كانت مخزونة بطريقة مموهة جدا وأيضا مخازن يصعب العثور عليها، لكن بفعل الجهد الاستخباري تم إلقاء القبض عليها. كل عملية ينفذها جهاز الأمن الوطني تخضع لعدة معايير، أول شيء هي موضوع الجهد الاستخباري، المعلومة الدقيقة، المعلومة من المصادر الدقيقة، ثم استحصال الموافقات القضائية، وأيضا نشيد بدور القضاء وتعاونه مع جهاز الأمن الوطني.
أعلنت وزارة المالية استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين ذوي المهن الطبية والصحية والتمريض. وذكر بيان للوزارة أن دائرة الموازنة استكملت إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين ذوي المهن الطبية والصحية والتمريض في وزارة الصحة بعدد إجمالي 45,426 من المشمولين بقانون التدرج الطبي، داعية وزارة الصحة إلى التنسيق مع مجلس الخدمة الاتحادي لغرض تمكين المجلس من إطلاق التعيينات للفئات المشمولة. هذا وأعلن وزير الصحة صالح مهدي الحسنوي إكمال إضافة الدرجات الوظيفية لتعيين خريجي 2022، وذكر بيان للوزارة أنه ستتم مفاتحة مجلس الخدمة العامة الاتحادي لإصدار أوامر التعيين، لافتا إلى أن الوزارة ستكمل جميع الإجراءات المتعلقة بتعيين الخريجين خلال الأسبوع القادم. تتضاءل المساحات الخضر شيئا فشيئا، وهذه المرة ليس بفعل الجفاف بل نتيجة اتساع المناطق السكنية وزحفها نحو الزراعية، الأمر الذي يدق ناقوس الخطر البيئي مع تقدم الزمن. مع اتساع المناطق السكنية على الأراضي الزراعية باتت مدن بغداد والمحافظات شبه خالية من المساحات الخضر. خبراء في مجال البيئة تحدثوا عن أضرار كبيرة قد تؤدي إلى أزمة بيئية يصعب حلها في المستقبل القريب إذا ما وجدت الحلول الحقيقية بالسرعة القصوى. تجريف حرق الغابات سواء خارج أو في داخل العراق، وكذلك تجفيف المسطحات المائية. فالحلول ببساطة إعادة تأهيل المسطحات المائية أولاً، هذه تكون بموجب دراسات وبموجب خرائط وبموجب إدارة فنية لمدة طويلة، يعني تتعدى 20 سنة إلى فما فوق بالنسبة للعراق. مواطنون من جهتهم طالبوا بتخصيص مساحات خضر تتناسب وحاجة الإنسان والبيئة والتغيرات المناخية بشكل أساسي، فضلاً عن متنفس للعوائل التي تضطر إلى السفر نحو شمال العراق أو خارجه بحثاً عن الترفيه والتغيير. تأثيرات بيئية وتأثيرات أيضاً جمالية، أنه جماليات المدن الآن، شوف المدن السياحية خاصة بالعالم، الناس ليش تروح مثلاً هسه إلى تركيا أو حتى إلى شمال العراق سياحة داخلية؟ مساحاتها تقلصت، فالخضار قل، فهذا يؤدي إلى التصحر ويؤدي إلى البيئة الحارة، صح؟ فالمفروض يعني يزرع الناس تزرع. ويرى متابعون للمشهد أن الحكومة غير جادة في تحركاتها لتدارك خطر التغيرات المناخية والاحتباس الحراري الذي يشهده العالم، ما قد يرفع خطرهما على البلاد إلى مراحل متقدمة وتجعل العراق في المرتبة الأولى بدل الخامسة. ويدعو مختصون الجهات المعنية إلى الاهتمام بعمليات التشجير وزيادة المساحات الخضراء لمواجهة التصحر والاحتباس الحراري في البلد. زينب ستار، قناة الرابعة، بغداد. دوليا، ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال المغرب المدمر إلى 2012 وفاة و2059 إصابة. وزارة الداخلية المغربية ذكرت أن من بين الإصابات 1404 أشخاص حالتهم خطرة، وأشارت إلى أن عددا من القرى الواقعة في محيط مركز الزلازل اختفت نهائيا، فيما تعمل على إيواء السكان غير القادرين على العودة لمنازلهم في المناطق المتضررة.
هذا واستحدث الديوان الملكي المغربي لجنة وزارية لوضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل وإعمار المنازل المدمرة. وذكر بيان للديوان أن استحداث اللجنة يأتي لوضع برنامج عاجل لتأهيل وإعمار المنازل المدمرة موجها بالتكفل الفوري بالأشخاص من دون مأوى جراء الزلزال. يأتي هذا بعد تأكيد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهب البدء بإصلاح الطرق المحيطة بمدينة تارودانتا لتوفير الخدمات الأساسية. ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها. مؤكدة إجراؤه بموعده المقرر، المفوضية تجري أول محاكاتها للاقتراع المحلي وتستعد لسحب قرعة أرقام المرشحين للاستحقاق. بعد توترتها الأخيرة، إدارة الدولة يشكل لجنة قيادية لزيارة كركوك، وعرب المحافظة يتهمون الكرد بقتل 1000 مواطن وتهديم قراهم. خلاف المركز والإقليم يشتد، البرلمان يواجه باستضافة وزيري مالية الطرفين، والفتلاوي تطالب النواب الكرد بالضغط على أربيل. بتهم تتعلق بالفساد أوامر قبض جديدة تلاحق مسؤولين في حكومة الكاظمي، والعفو العام يتصدر أعمال البرلمان الأسبوع الحالي. نهاية النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.